له قضية أخرى يقول فيها: أرجو منكم أن تخبروني ما العمل، إذ أن لي طفلان، الأول بلغ الخامسة من عمره ولم أقم بتختينه، والثاني في السنة الأولى، وسمعت أن الختان لابد أن يكون في الأسبوع الأول من عمر الطفل، وجهوني حول هذه القضية، وهل يجوز إقامة الأفراح عند الختان؟ جزاكم الله خيرا. لابد من الختان، ختان واجب، وفعله في الأسبوع الأول أفضل، فعله في حال صغر الطفل أفضل، لأنه أسهل على الطفل، ولأن فيه المبادرة إلى إزالة هذا الغلاف الذي يؤذيه ويمنع الطهارة، المبادرة بختانه وهو صغير أفضل. وأما إذا كبر فإنه يجب الختان، يجب عند البلوغ وجوبا ولا يجوز تركه، فالواجب عليك أن تبادر بالختان الكبير وأن أيضا تختم هذا الصغير. والختان اليوم ولله الحمد متيسر بوجود المستشفيات والعمليات الجراحية، فهو سهل ومتيس، المهم أنه لا بد منه في حق الكبير وفي حق الصغير. نعم. جزاكم الله خيرا. وأما عمل الوليمة عند الختان فلا بأس بها، في هذه المناسبة لا بأس بعمل وليمة لدعوة الناس الجيران إليها، لا بأس بذلك، وهذه من المناسبات التي تعمل فيها الولائم. طيب. نعم. ماذا عن الأفراح كما سمعها الشيخ صالح؟ لا ندري ماذا يقصد بالأفراح، إن كان فيها منكرات فإنه محرم، إذا كان فيها منكرات وعادات سيئة فإنها محرمة، أما إذا كانت مجرد اجتماع لأكل الطعام وحضور الوليمة والاستئناس مع الإخوان والجيران فلا بأس بذلك. لا. يذكر ضرب الطبول وما أشبه ذلك في الصالح والزغاريد أيضا، هذا لا يناسب، هذا لا يناسب، إنما الاجتماع الذي يحصل عند الوليمة وأكل الطعام والتعارف بين الناس هذا لا بأس به، أما التوسع ضرب الطبول أو ما هو أشد من ذلك من الموسيقى والأغاني والزغاريد كل هذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.